السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة التفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الريزومي ديال لي شابيتر ديال لو رومو إلي تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو ديال الكاتب المغربي محمد خير الدين. ديجا شفنا الريزومي ديال لي زوطرو شابيتر طبيعة الحال قبل درنا الفيش دو ليكتور البريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج ودابا وصلنا للفصل الخامس. ندوزو باش نشوفوا اهم الاحداث اللي كاينين في هذا الفصل هذا. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بجام والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم وتسناو الكونترول دو ليكتور ديال هاد لو شابيتر من ورا هاد لا فيديو ان شاء الله. ومرحبا بالاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. Les deux vieux assistaient à la modernité envahissante qui gagnait du terrain chaque jour. Les deux vieux, يعني بوشعيب والزوجة ديالو اللي ما عارفينش الاسم ديالها، يعني بداو كيحضروا وكيشوفوا يعني ديك الحداثة بدات نهار على نهار كتغزو في ذاك الفيلاج اللي هما ساكنين فيه. La première maison de béton شافوا أول دار تبنات بالسيما، بكري كانوا كيبنيو غير بالحجار وداك الشيء. Dont le propriétaire est un Casablancais aussi de Libna ou aussi de Lija Mandar al-Bayda. Apparu à proximité de cimetière, les quantités bien mal courbes d'iel le maqbara. Au lendemain de l'indépendance, يعني في الغداء ديال الاستقلال, des pistes furent aménagées et des voitures légionnaires, يعني في الايامات ديال الاستقلال, يعني بداو كيبانوا الطوموبيلات وداكشي في داك الفيلاج, وبكثرة الطوموبيلات بقاو كيدوزوا, الرواد ديال الطوموبيلات داروا الطريق ولات معروفة, مثلا هاد الطريق راه كيدوزوا منها الطوموبيلات بزاف. Les anciennes maisons se ruinaient graduellement. Les anciennes maisons, donc ديور القدام اللي مبنيين بالطوب وداك الشيء بداو يعني كيتهدموا بشويه بشويه وكينهاروا بشويه بشويه. اغلبيه ديال الناس ديالهم كانوا خلاو دوك الديور ومشاو كيسكنوا في المدينه وداك الشيء وخلاو المنازل ديالهم في الفيلاج, ولكن حيت ما بقاو ساكنين فيهم وداك الشيء صافي بداو كيريبوا وكيتهدموا راسهم. سورتو سيل كي تروني او سومي دو لا مونتان, وبالخصوص الديور اللي كيريبوا بالزربه وكينهاروا, هذوك الديور اللي كاينين في القمه ديال الجبل. Des pompes d'eau firent irruption dans le village, donc les midakhat ديال الماء يعني اقتحموا القريه. Les bruits des radios déchirent le silence, وصداع ديال الراديوات بدا كيزعج المكان. Le vieux resta attaché à la tradition, le vieux اللي هو بوشعيب بقى واخا هكاك متشبت بدوك التقاليد وبالحياه التقليديه رغم التطور اللي بدا كيقتحم هذا الفيلاج هذا اللي هو ساكن فيه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الغيزومي. الى اللقاء, الى فيديو مقبل ان شاء الله, والى معلومه جديده.